بيان عاجل جدا من الرئيس السيسي، بننشر لحضراتكم التفاصيل. وبيان عاجل من روسيا حول التعاون العسكري مع اثيوبيا وعلاقته بسد النهضة. وعاجل اول تعليق من مجند بالجيش المصري بعد شكواه للسيسي. وتطور جديد في الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، بننشر لحضراتكم التفاصيل. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الاخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك أو أعجبني عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك أو أعجبني على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الأخبار. اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ مع بعض التفاصيل. أول خبر معانا وبيان عاجل من روسيا حول التعاون العسكري مع إثيوبيا وعلاقته بسد النهضة. نعرف مع بعض التصريح الروسي حوالين هذا الموضوع. وزارة الخارجية الروسية رفضت محاولات ربط التعاون العسكري التقني بين روسيا وإثيوبيا بملف سد النهضة، داعية لعدم تسييسه من أجل تفادي تصعيد التوتر بين مصر والسودان وإثيوبيا. الوزارة قالت في بيان أصدرته: يثير استغرابنا ربط التعاون العسكري التقني بين الاتحاد الروسي والجمهورية الاتحادية الديمقراطية الإثيوبية بالعملية التفاوضية غير السهلة وطويلة الأمد بين مصر والسودان وإثيوبيا حول بناء محطة النهضة للطاقة الكهرومائية على نهر النيل، أي يعني ملف سد النهضة وخزان سد النهضة. الوزارة تابعت وقالت: ننطلق من أن تسوية الخلافات القائمة بين إثيوبيا ومصر يجب أن تتم بالتوافق مع روح وبنود إعلان الخرطوم الصادر عام 2015، وعلى أساس التفاهمات الأولية التي تم التوصل إليها في الإطار الثلاثي. نعتقد أن فرص إيجاد حلول مقبولة للجميع في إطار الآلية التفاوضية الثلاثية بوساطة الاتحاد الإفريقي لم تنفذ بعد. الوزارة شددت على أن التعاون الروسي الإثيوبي في المجال التقني العسكري يجرى تنظيمه بناء على الاتفاق الحكومي حول التعاون الدفاعي ولا يحمل أي طابع مزعزع للاستقرار. وقالت: نود الإشارة إلى أن روسيا تقيم تعاونا مشتركا مماثلا مع عدد من الدول الأخرى بينها مصر. وختمت بالقول علما بما تم ذكره: ندعو إلى عدم تسييس بناء محطة سد النهضة للطاقة الكهرومائية بهدف تفادي أي تصعيد محتمل للتوتر القائم بين الدول مصر والسودان وإثيوبيا على خلفية هذه القضية، قضية سد النهضة. يأتي هذا البيان بعد أن أعلنت إثيوبيا يوم 12 يوليو عن توقيع اتفاقية التعاون العسكري مع روسيا، وذلك في ختام الاجتماع الدوري المشترك 11 للتعاون التقني العسكري الإثيوبي الروسي. المصدر معانا كان من RT. بترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. بكل بساطة وكل وضوح، روسيا طلع ببيان من وزارة الخارجية الروسية انها مش معنى انها عملت تعاون عسكري تقني مع اثيوبيا معناها انها بتنصر اثيوبيا في قضية سد النهضة. هذا الامر خاطئ، وهذا كان توضيح من الخارجية الروسية بخصوص هذا الامر. ننتقل مع بعض الخبر اخر وبيان عاجل من الرئيس السيسي، بننشر لحضراتكم التفاصيل. الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ان مشروع حياة كريمة لتطوير الريف سيكون انجاز غير مسبوق باسلوب جديد. رئيس السيسي أكد خلال تفقده أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة معا نبني المستقبل أنه لا بد أن يرى المواطنون حجم العمل الذي سيتم بذله في مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري. والرئيس السيسي تابع وقال: أنا بحلم أن ما يتم إنجازه يرضي ربنا ثم يرضينا. أضاف: لا بد من تغيير حياة الناس في القرى، ولا بد من تعاون مع الأهالي في القرى حتى يساعدوا في الشكل النهائي للتطوير. رئيس السيسي وجه بعمل مسابقة لأفضل مركز ومحافظة وقرية قائلا: لا بد أن تكون المكافأة كبيرة والمهم فيها هو المعنى. مصدر معنا كان من الشروق. مبادرة حياة كريمة فعلا مبادرة لحياة كريمة للمواطنين المصريين وخصوصا للريف، ويعني مواطنين الريف. ربنا إن شاء الله يعني يتمم هذه المشاريع على خير، وإن شاء الله نشوف مصر بأحسن صورة بإذن الله، وإن شاء الله نشوفها في عهد
رئيس السيسي. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل أول تعليق من مجند الجيش المصري بعد شكوى للسيسي. قال مجند الجيش المصري أيمن أنديل الذي التقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولة بالدراجة الهوائية إن اللقاء مع الرئيس المصري كان صدفة. وأضاف أيمن أن السبب الرئيسي الذي ساعده على التحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي هو معاملته له بشكل جيد للغاية. كنت بتكلم مع الرئيس وكأني أعرفه من 20 سنة، كما أن الرئيس كان يتحدث معي كأب وليس كرئيس جمهورية، وكان بيعاملني زي ابنه، ما يدل على بساطته وأسلوبه الرشيق في التعامل. أوضح أن الرئيس السيسي بالفعل أوفى بوعده الخاص له، حيث أرسل له مندوبي من رئاسة الجمهورية وأعطوا له عقد إيجار مجاني لمكتبه في مكان أفضل من الذي كان يتواجد فيه، وستكون على مكان واسع وبحجم ضخم. الناس لسه ماشيين من عندي ومضيت على عقد المكتبة بإيجار مجاني لمدة 3 سنين. أشار إلى أنه يعني لا ردود فعل إيجابية من أسرته وأصدقائه بعد ظهوري مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. الشباب لما شافتني ما كانتش متخيلة الثبات الانفعالي اللي عندي، كانوا فرحانين بيا جدا. كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يجري حوارا وديا مع مجند خلال قيادتهما الدراجة الهوائية، واستمع السيسي لأحوال المجند ومطالبه، حيث قال المجند للرئيس إنه سينتهي من خدمته العسكرية العام المقبل، وأن أسرته من مركز أشمون بمحافظة المنوفية، إلا أنهم يعني ساكنين الآن في محافظة الإسكندرية، ويبلغ من العمر 29 سنة ويمتلك مكتبة صغيرة. المصدر معانا كان من الوطن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر الأخير معانا وتطور جديد في الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، وكشفت مصادر طبية بالمستشفى الذي تعالج فيه الفنانة ياسمين عبد العزيز آخر تطورات الحالة الصحية، وذلك بعد إعلان خروجها من العناية المركزة. المصادر قالت إن ياسمين عبد العزيز هتقوم بعملية جراحية جديدة خلال ساعات، وذلك لإنهاء الأزمة التي تعرضت لها. وكانت الفنانة قد قامت بعمليتين جراحيتين منذ فترة لإزالة كيس تجمع دموي، إحداهما في أمريكا والأخرى في دولة غربية، ونتج عنهما مضاعفات. الأستاذ دكتور ماهر عمران أستاذ النساء والتوليد في كلية الطب بجامعة عين شمس كشف أنه جرى إزالة كيس به تجمع دموي كبير الحجم من كل من المبيضين، واحتوى كل منهما على ما لا يقل عن 0.5 لتر من الدم الكثيف الذي يتراكم على مدى سنوات بفعل مرض بطانة الرحم المنتبذة بالمبيض، أو كما يقال البطانة المهاجرة. وكل من يعمل في تخصص أمراض النساء من الممكن أن يتصور مدى تعقيدات الحقل الجراحي في حالات تكرار التدخل الجراحي، وطبعا خصوصا لما نتعامل مع هذا المرض اللعين الذي تكون جراحاته أحيانا أشد قسوة من جراحات الأورام الخبيثة، وخصوصا عند تكرار التدخل الجراحي، ولم تكن هذه هي المرة الأولى للتعامل مع هذا المرض. وما زالت الفنانة ياسمين عبد العزيز تتلقى العلاج في أحد مستشفيات القاهرة بعدما نقلت إلى العناية المركزة وهي تعاني من تلوث وتسمم في الدم، وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية من أجل استئصال ورم ليفي من الرحم في أحد المستشفيات الكبرى. ورغم اعتيادية العملية، لكن حدث خطأ ما أثناء نقل الدم أدى إلى تلوث بكتيري دخل بسببه في غيبوبة استمرت لما يقرب من 16 ساعة. مصدر معانا كان من الوطن. نتمنى الشفاء العاجل للفنانة الكبيرة ياسمين عبد العزيز إن شاء الله، ربنا يقومها بالسلامة ويشفيها على خير. جينا لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم، ما تقلتش عليكم بإذن الله إن شاء الله. أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.